نذهب الآن إلى دكتور بيير في بيروت. هل كان هناك يعني تأثير سلبي أكثر على لبنان واللبنانيين جراء تهريب الأموال خارج البلاد، خاصة أن لبنان يعاني اقتصاديا والوضع الاقتصادي فيه يعتبر متردي مع الأسف في هذه المرحلة؟ مساء الخير سيدتي، شكرا لضيوفك الكرام. أعتقد أن لبنان هو حالة خاصة. الفساد هي ظاهرة عالمية ولكنها تنتشر أكثر في الدول التي تعاني من ضعف الحوكمة وضعف الشفافية. كلما زاد ضعف هذين المستويين، كلما فتحت ثغرات تتدخل فيها من خلالها المصلحة الخاصة للمتنفذين على المصالح العامة التي تعتبر مكانا لتنفسهم. إذا هو مختصر الفساد، الفساد يقوم بين القطاع العام والقطاع الخاص، والمحرك الأساسي للفساد هو القطاع الخاص. نعم. زائد ضعف الحوكمة وضعف الشفافية، هذا كتعريف. أما إذا دخلنا إلى تفاصيل ما حدث في لبنان، فأعتقد أنها عملية معقدة جدا. أحد الصحف الأمريكية ذكرت أن حجم الفساد والأموال المهربة تاريخيا وليس خلال السنوات الأخيرة يناهز 700 مليار دولار، أي ما يقل بالثلث فقط عن البليون. هذا رقم مرعب، يعني كيفما نظرت إليه هذا رقم مرعب. لكن إذا نظرت إلى هيكل الإنفاق في لبنان، الدولة أنفقت حتى العام 2019، السنة التي انهار فيها البلد، أنفقت ما يربو على 300 مليار دولار. دولة صغيرة كلبنان تنفق في 25 عاماً 300 مليار دولار، وصلت حجم موازنتها إلى ما يعادل 18 إلى 20 مليار دولار سنوياً. أنا أعتقد أن الزملاء الموجودين معنا من العالم العربي يعرفون معنى هذا الرقم بالنسبة لموازنات بلدانهم. يعني نحن نتحدث عن دول كبيرة الحجم، الجزائر، مصر إلى آخره، لا تتمتع بهذه الأفضلية لإنجاز موازنات كبيرة بهالحجم. السبب وراء هذه الموازنات الكبيرة كان عالم اقتصام المنافع من خلال أنظمة الفساد. تمام. 300 مليار دولار التي تحدثت عنها، لو سمحت لي دقيقة واحدة سريعا إذا ما تكرمت. سريعا إذا ما تكرمت. يعني ضيوف آخرين لم يتحدثوا بعد. لا تشمل ما تم قبضه من خارج المعاملات الحكومية، وهو على ما يتفق عليه الجميع أكبر من واردات الموازنة. نعم. لو حسبنا ذلك مع أن يصبح رقم 700 مليار رقم واقعي. أشكرك سيدتي.